فرحانين قوي قوي قوي. البوكس شكله قمر قمر قمر. ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي، معاكم جايلة من قناه عالم جودي. النهارده انا فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو عايزك تصور الفيديو ده. لايك. بصوا بقى الفيديو اللي انا حبيته. ايوه انا مش قادره اتكلم في الفيديو ده، فعايزاك انتوا تنطلقوا عشان انتوا فاهمين في الحاجات دي اكتر مني. مش وقت بتكسف او مش بتكسف. اول حاجه ده انا مش بعرف في الحاجات دي. اولا ماما جابت لكم ايه النهارده؟ تفسيره وحاجات كتير، حاجات كتير كتير علشان يعملوا بيها ايه الاكسسوارز اللي هم كانوا عايزينها. أيوة. بتطلبوها مني من امتى؟ من الدراسه. من الدراسه، بس انا قلت لكم مش هينفع، حتى لو اشتريناها انتم مش هتلاقوا وقت ايه وهتشغلكم. وقبلها قالت لنا عينيكوا هتوجعك. قلت لكم لقيتهم مصممين قوي عليه، فانا قلت لكم هنخليها لامتى؟ للاجازه. هخليها بقى للاجازه، والعبوا واشتغلوا زي ما انتم عايزين. هنقول بسم الله. اولا نزلنا فين النهارده؟ العتبه. رحنا العتبه. رحنا فين بالظبط في العتبه؟ المزين. رحنا العتبه ودخلنا حاره المزين علشان يعرفوا اسهل طريقه يروحوا بيها حاره المزين. احنا دخلنا من الناحيه بتاعت ايه؟ احنا لما رحنا العتبه نفسها دخلنا من الناحيه اللي عندها الاباجورات والنجف. دخلنا في الشارع ده اللي فيه الناس اللي بتبيع السبوع، وسالنا فين حاره المزين، قالوا لنا امشوا على طول. وحوده مشينا على طول في الشارع كده على طول، كان في حاجات كده للبيت وحاجات كده وورد، وحودنا كده لقينا نفسنا في حاره المزين. ده اسهل طريق يروحوا بيه صح؟ طيب جبنا ايه بقى؟ اول حاجه رحنا فين؟ منجم الكنوز. منجم الكنوز، المحل ده لقينا عليه ناس كتير جدا. هاتي بقى كده الحاجات دي على جنب. ما ده برده معاكم. اوكي، وطلعوا بقى من الكيس الاصفر ده واحده واحده كده. ويلا قولوا بسم الله. خلاص تفسيره لونه احمر. او استنوا بقى انا عايزه اقرب خالص 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 خالص. طيب اول حاجه جبنا ايه؟ خلاص تفسيره لونه احمر. تفسيره احمر. واستني عشان الكاميرا تركز. تفسيره احمر واتنين ابيض واتنين. هنلاقي تاني هنا؟ لا في ابيض تاني. وجبنا تفسيره. طب ما تقلبوا كده الشنطه بالراحه. انا هجيبها انا هجيبها بسم الله. لقيتوها؟ الدبدوب اللي وقع. الدبدوب. طب خلاص مش مشكله، ده الدبدوب ده اللي كان كماله الفلوس. طيب هنقول بسم الله تاني بالراحه بقى عشان اللون اللي نقول لهم عليه نحطه على جنب. هتناولوني ولا هتعملوا ايه؟ عايزين ثلاثه ابيض. طيب جبنا ابيض. طبعا جبنا ثلاثه ابيض لان الابيض بيحتاجوه كتير. يبقى دي كده احمر وابيض. ايه تاني؟ وجبنا اسود، هو المفروض اهو. وجبنا ايه؟ ثلاثه اسود. الكيس اللي هو الخرز التفسيره ده بخمسه جنيه. ايه تاني؟ جبنا بقى لون احمر. ايوه. ايه ده ما في احمر تاني؟ هاتي الاحمر ده. يس الاحمر. أيوة. جايبين اتنين. اوكي جايبين اللون ده. جبنا بقى الدرجه الكشميري الجميله دي، هي اغمق من الكشمير بشويه بس درجه لذيذه قوي حلوه قوي. ايه تاني؟ جبنا اكوا. ايوه ده بقى لون البحر. اللون القمر ده هو طالع في الكاميرا لونه لبني، بس هو لونه اكوا، الدرجه بتاعته رائعه. ايه تاني؟ اللبني ده بقى اللون اللبني الاصلي اهو. بصوا عشان تعرفوا الفرق ما بين الاثنين، ده لبني وده اكوا. ده ازرق بقى وده ازرق. في حاجه طرقعت. ماشي، علشان جودي عايزه تعمل حاجه بلون البحر صح؟ اوكي. ايه تاني؟ جبنا الوان ايه تاني؟ جبنا لون اخضر علشان جايداء عايزه تعمل كريز وفراوله. ودي الفواصل. لا ده يعتبر ذهبي او حاجه كده زي الاكسدين، مش عارفه انا حاسي، او ذهبي حاجه كده. طيب ايه تاني؟ جبنا قلوب ملونه. استنى اقرب لكم قوي 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 كده. ايوه قلوب ملونه. قلوب؟ لا دي مش قلوب، ده دي الحروف. ايوه هما رايحين يقلوا. هتلاقي جبنا حروف ملونه اهم. ايه تاني؟ دول القلوب. وجبنا كيسين قلوب، كيس قلوب احمر وكيس قلوب ملونه. وجبنا القلوب الجميله اللي مكتوب عليها لاف. استنوا عشان الكاميرا تركز اهو. قلوب تاني وقلوب وقلوب. بس دي عشان دي مختلفه. ده هنا القلب مليان، ده هنا القلب اطار بس كده فريم. وجبنا اعملي كده ده ايه؟ عليها.
كيس حروف بتنور، كيس حروف بتنور، مش عارف نجوم. وجبنا كيس نجوم. احلى حاجه ان يجيبوا الحاجات المدوره، بلاش المربع وبلاش القلب عشان بيغلب. ايه تاني؟ حروف، حروف تاني بس حروف سودا وحروف بتنور. السمايل مش عارفه، جبنا كيس السمايل ده، استنوا الكاميرا تركز اهو، الكيس القمر ده وبرتقالي. ايوه جبنا، عايزه تعمل اوكي، جبنا اللون الاورنج الجميل ده، استنوا اهو الكاميرا كده ركزت. عايزاكم تلموا لي كل، هاتوا اللي انتم لسه ما وريتونيش كده، ولموا لي كل الكلام ده قدامكم كده. وروني بقى كده الكيس اللي في ايد جودي ده، ايه يا جود؟ ده بديل. ايوه وريني، مش مشكله انا اجيبها لك. ده ايه بقى؟ انا هجيبها، هما الاثنين وقعوا. طيب استني انا هجيبهم نوريهم. ده الاول احنا جبنا الدباديب الجميله دي، واحد بجنيه. الدبدوب ده الواحد بجنيه، احنا كنا جايبين خمسة بخمسة جنيه، بس احنا اخدنا السادس ده عشان يبقى كملت فلوس. جابوا لون موف ولون بينك واتنين فوشيا، واحده لبني وواحد اصفر. استني علشان الكاميرا تحاول تركز اهو. بس عايزه اقول لكم الدباديب دي شكلها قمر، بصوا حلوين قوي. طيب ايه تاني؟ ايوه مش فاكره اهو، ده جه صدفه بس انا مش فاكره بكام. بصوا بقى القلب اللي هو المغناطيس ده، استني انا هوريكي، مش فاكره. لا التلاته بخمسه ازاي؟ ده كان اغلى حاجه. بصوا التلاته كانت ب30. لا مش فاكره. ده قطعتين، استنى اوريهم شكله اهو، ده شكله من قريب. قطعتين كده، كل قطعه بتتحط في سلسله ومغناطيس كده تمسك ايه في بعضها، تبقى حاجه كده. المفروض ان التوينز بيعملوها مع بعض الاصحاب. أيوة الاخوات. جبنا ثلاثة من هو ايه القلب الجميل ده اللي هو القلب المغناطيس. ايه تاني؟ ايوه جبنا كيس اقفال. لا مش فاكره كيس الاقفال ده بخمسه ولا بكام بصراحه، انا مركزتش قوي. جبنا كيس اقفال وجبنا الكيس اللي فيه الحلقات دي عشان نبقى نعلق بيها الحاجات. ايه تاني؟ تعالوا هاتي ده بقى. ما في زيهم وقعوا. ما هي هاتي 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 بس قربي لي. بصوا بقى احنا جبنا ايه، هاتي يا سكر. ده هاتي يا قمراي. بصوا بقى احنا جبنا ايه، جودي كانت نازله مش متوقعه ان احنا ممكن نلاقيها. تمام. وبعدين ايه، انا اول ما لقيتها رحت ايه، رحت ماسكه، استني يا كوكو عشان في حروف رفيعه قوي، رحت ماسكه، لا يا قلبي جبناها، رحت ماسكه فيها بايديا واسناني اللي هي الايه الشمس بتاعت روبنزل. جبنا منها اربعه. ايوه اهم جمال قوي، حلوين قوي 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 بصراحه. وجبنا ايه تاني؟ وجبنا من جبنا من القلوب دي، جبنا من القلوب الجميله دي أربعة. طبعا الحاجات دي هتتركب بالايه، بالحلقات اللي احنا لسه مورينها لكم. أيوة. تمام استني كده عشان يشوفوا. ولو في بنزع لا احنا هنعمل لكم فيديو الخرز ان شاء الله. وجبنا ايه تاني؟ وجبنا الاتنين عين دول برضو، هيبقوا ايه، هيبقوا نازلين كده دلايات من الاساور اللي هم هيعملوها. وبصوا بقى جبنا وريتها لهم، جبنا حرف الجي ده، اول حرف من اسم جودي وجايده، واحد اسود واحد ابيض. تمام حلو كده. فرع الفواكه. ايوه وريني بقى كده الجمايكا مره واحده. ده جمايكا. انا بقى مش بعرف في الحاجات دي، هم اللي بيعرفوا. فرع جمايكا وفرع جمايكا والفواكه. اختاروا فرع الجمايكا الدواير ده والملون، وبعدين اختاروا الفرع الفواكه ده. انصحكم لو هتجيبوا، لو مش هتجيبوا فواكه وهتجيبوا القلب، انصحكم ما تقرطوش الاستيك. ايوه علشان بيقطعوا صح. بس حاسه ان ده خامته حلوه قوي. جبنا الفرعين دول، طبعا انا مش فاكره اسعار الافرع كام. قربي دول كده عليكي شويه. تمام ايوه بالراحه. ايه تاني جبنا؟ ايه تاني في لسه شنطه فيها حاجات؟ طب تعالي هاتي، طب نوريهم بكره الخيط. يس استني يا سكر،
ماشي، خلي الخيط في الاخر. وريني هنا جبنا ايه. جبنا بصوا بقى رحنا فين. رحنا اولاد ميزار، صح. اولاد ميزار ده قدام شويه، يعني جوه شويه، ابعد شويه في حاره الميزان ناحيه جوه. جبنا من عنده بقى ايه، جبنا من عنده الخرز الجميل ده، انا مش عارفه ده اسمه ايه، بس ولا. هو شفاف وتحس ان هو ازاز كده. جبنا اللون اللبني الجميل ده، حاجه زي دي. ايوه هاتي يا قلبي. بصوا برضو احنا جبنا لسه يا قمر، جبنا من الابيض ده كتير، تمام. وجبنا درجتين، واحده لبني وواحده زرقاء، علشان لو جوزي عايزه تعمل حاجه موج بحر يبقوا التلات الوان مناسبين. وجبنا طبعا كشمير علشان جيداء بتحب الدرجه دي وجودي برضو. بصوا بقى وريني الدلايات، عشان الدلايات مفاجاه. اه تحفه. واحنا وهم واقفين بيفرجوا على الالوان دي، قلت لها جودي تعالي يا جودي خدي الفرشتين دول، اللي هم الفرشتين الكشمير دول، اهو استني اهو البينك دول، دول هيبقوا قمر قوي مع اللون ده. استنى انا عايزه اطلع لهم الفراشات، لان انا اكتر حاجه عجبتني الفراشات دي قمر 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 قمر. بصوا بقى الفراشات الكشمير هتبقى مع الخرز الكشمير، واللبني دي هتبقى مع الخرز اللبني، فهتبقى لذيذه قوي. يعني بصوا بصوا هتبقى قمر قوي. خدي ده كده قريب منك، لمي عليكي لمي عليكي. جبنا ايه تاني؟ يلا لا لسه الخيط. الخيط بصوا بقى جبنا نوعين من الخيط. بصوا بقى الخيط اللي احنا جبناه، اولا احنا جبنا الاستك ده، تمام. الاستك ده البكره دي انا فاكره كانت بخمسة وتلاتين، لا بتلاتين، دي كانت بتلاتين اه صح. أوه. دي فيها، دي فيها 100 متر مكتوب اهو، ثواني الكاميرا تركز. دي فيها 100 متر وكانت ب 30، تمام. حطي الدلايات في قلب الكيس بتاعتها. وجبنا دي، بس دي مش عارفه مش مكتوب عليها كام متر، تقريبا 50 تقريبا، دي 50 متر. أوه. وكانت ب 25 تقريبا، دي مش فاكره يا جماعه عشان ما اكذبش عليكم، بس دي اللي عجبني فيها. لا مكتوب كام متر؟ اه وفين فين؟ مش مكتوب فيها كام متر، مكتوب ان هي ب 30. وده ده بكام؟ ب 30 بس مش مكتوب كام متر. ده بكام؟ ده ب 6 جنيه. ده ب 6 جنيه. فرع اسمه كريستال، ده اسمه كريستال ب 6 جنيه. كريستال ب 6 جنيه. دي ب 30. واحلى حاجه احنا فكرنا فيها ان لما جينا نجيبها ان احنا جبناها ملونه كده، علشان تليق على اي خيط، اي سوري اي خرز هيحطوه فيها، اي تفسيره من الحاجات اللي هم جايبينها دي يحطوها جواه، ويبتدوا يعملوا الاسوره تليق على ايه، على كل الالوان. الله. فالفكره رائعه. طيب المفاجاه بقى كبيره. بصوا بقى الاثنين اللي تشيتر دول، امبارح بالليل كل شويه جودي تبعت لي جايده في اوضتي، ماما احنا حسبنا الخرز اللي هنجيبه ب 150، ماما الخرز وصل ل 200، ماما احنا حسبنا الحاجات اللي هنجيبها وصلت 200 مش عارفه وكام. وبعد كده قالت لي ماما احنا ممكن نجيب، احنا ممكن نجيب بوكس للخرز. قلت لها اه يا حبيبتي. قالت لي في يا ماما ب 35 وفي مش عارفه. قلت لها 15 خانه ب 30. ايوه 24 خانه ب 60. انا ما اعرفش انت جبتي الارقام دي منين، عشان احنا لفينا. هات يا ماما، احنا لفينا حاره المزين لقينا بوكس قد كده ويمكن اصغر، ويمكن اصغر، لقيناه ب 30 ب 50 بس الصغيرين، في ب 30 وفي ب 50 ومن 50 ل 120. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو ب 60 ده كان نفس ابو 50 بس كان في محل تاني. أوه. وصغنن كده، صغنن كده قد الحته دي. قلت لها جودي ده مش هيقضي الخرز اللي انتوا جبتوه. فين يا حبيبتي اللي ب 35؟ قالت لي مش عارفه يا ماما، لقيت فيه بوكس على شكل قلب وعلى شكل تفاحه قد كده، ما يشيلش اتنين كيسين خرز. اضطرينا ان احنا نجيب انهي 120 جنيه. جبنا البوكس الكبير 28 خانه، جبنا البوكس الكبير اللي ب 120 جنيه. وانا بقى طبعا بقول لهم اه جميل حاضر. والفواصل بتتشال. ما انا لقيتهم بيقولوا ايه
بصي يا ماما ده في حاجات بتتشال. اكتشفت ان انا بقيت متأخرة جدا، مش عارفة، اكتشفت ان هم في حاجات بقوا يفهموها ويعرفوا فيها اكتر مني. بصوا يا امارات، هات انا اركبها يا مسكرة. اهم ما في الموضوع، اهم ما في اللعبة، اهم ما في الموضوع انتوا نفسكم تجيبوها من ايام الدراسة، ما كانش ينفع تيجي في الدراسة، وعدتكم ان انا اجيبها لكم في الاجازة واحنا فاضيين، وتلعبوا وتعملوا اساور براحة راحتكم. وفيت بوعدي ولا لا؟ اوكي. دلوقتي هنفصل علشان ما نطولش عليهم الفيديو اكتر من كده، وهنرجع لهم واحنا مرتبين كل حاجة في الايه، في البوكس القمر ده. المفاجأة اللي انا عايزة اقولها لكم ان انا عندي كيس خرز، ايوه، بس جوه والله في بوكس كده تحت السرير بتاعي، والله طب انا هبقى اطلعه لكم، نبقى نرفع المرتبه والله. لان وانا صغيره قدكم برضو، كان على ايامي وانا في ثانوي كنا بنعمل برضو شويه حاجات غريبه كده، بس ما كانتش بالجمال ده طبعا، لان انتوا في حاجات احلى. برضو هطلعه لكم وتبقوا تشوفوا الخرز اللي ينفعكم وتحطوه. خلاص، ايه رايكم؟ دلوقتي نفصل ونرجع لهم دقيقه بالظبط يكون ملينا البوكس القمر ده. اوكي يلا بينا. اوكي، انت اللي جميله قوي. خلصنا. انا عايزه اوريهم. اخد مننا تقريبا ربع ساعه. اخد مننا ربع ساعه لحد ما رتبنا. استنوا، لا انا محتاجه افصل التليفون واقرب لكم. بصوا جاي ده بتوريكم القلب من قريب. اهو يمسك بعضه. جميلة قوي. جميل خالص. تمام، تعالي بقى يا ماما. بصوا بقى، قولي لهم انتوا رتبتوا البوكس ازاي. مع بعض على الالوان. شكله قمر، شكله قمر 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 قمر. طيب حطوا الاثنين الابيض جنب بعض، الابيض والشفاف. ايوه. وحطوا الاثنين الكشمير جنب بعض، الاثنين اللبني جنب بعض، والاثنين الازرق جنب بعض. دي عشان نعمل بيها دوري. دوري وتعملوا بيها البحر. ده برتقالي. برتقالي؟ برتقالي؟ انت قاعده كده ليه على السفره؟ حاولنا نرتب الالوان تكون يعني مناسبه شويه جنب بعضها. بصوا شكلها قمر. حطينا هنا كل الخرز، وحطينا الاثنين الجامايكا جنب بعض. عملنا هنا بقى ايه، ترتيب جميل جدا، صح؟ صح. حطينا الحروف جنب بعضها، الحروف الملونة والحروف اللي هي اللي بتنور الشفافة والحروف السودة، حطينا جنبهم النجوم. هنا حطينا في الثلاثة دول قلوب، القلوب الكبيرة والقلوب اللي هي الفريم دي والقلوب دي. احنا المفروض جايبين كيسين قلوب احمر وملون، بس احنا هنا حطينا الاثنين على بعض لان هم ايه، نفس الشكل. ودول بينا حطينا هنا السمايل. يس. خلينا هنا بقى الايه، الحاجات اللي هتساعدنا بعد ما نعمل الاسورة، يعني الحاجات المساعدة، مش بعد، الحاجات المساعدة. حطينا هنا الدلايات اللي هي دي، وحطينا هنا الحاجات البلاستيك الدبدوبات الجميلة دي، وحطينا هنا الاقفال، وهنا الحلقات. ودول طبعا اسمهم ايه، اسمهم ايه، الاستك والخيط، مش هينفع يتحطوا جوه البوكس، علشان البوكس لازم، يا قلبي فرحانين، لازم البوكس يبقى مقفول باحكام كده. فرحانين جدا، مبسوطين قوي بجد. هتقولوا لكل اصحابكم هتعملوا بيهم ايه؟ مش عارفين. انا حافظه حاجات. نعم، بعد الصرف ده كله تقولي لي مش عارفين؟ لا، احنا عاملين صور. ايوه، مش انتوا واخدين صور؟ ايوه. هتعرفوا تشتغلوا؟ أيوة. محدش يجي يقول لي اعملي لي عشان انا مش هعرف. هنعمل مريض وشوشني. هنعمل ايه تاني؟ والكريز اللي هي الفراوله. أيوة. واللي هي لا، الكريز غير الفراوله. طيب بصوا بقى، احنا نقول لهم يستنوا الفيديوهات الجايه، هتعملوا معاهم الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، لان انا ما بعرفش فيها. متفقين؟ متفقين. اهم حاجه ان انتوا فرحانين قوي قوي قوي. البوكس شكله قمر قمر قمر. يا رب يكون الفيديو عجبهم. yes. وانا وعدتكم ووفيت بوعدي، صح؟ صح. يلا نقول لهم باي بقى. لا عجبكم تدوس على لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديو جديد. باي باي. يلا باي. نلعب بيهم.